طبعا هذه خطأ في التغطية العكسية. هذا اليوم من الأخطاء اللي وقع فيها منتخب الإمارات، دفاع منتخب الإمارات، التغطيات العكسية. يعني نشوف دائما من الطرف الأيسر ومن الطرف الأيمن كان في نوع من الخلل، ويمكن المنتخب الجزائري استغل واحدة من هذه الأخطاء وقدر يسجل الهدف. طبعا هني الفترة هذه اللي قلت لك فيها عدم تركيز، وكان من الممكن أن المنتخب الجزائري يسجل